مرحبا جميعا، يعطيكم الف عافيه وتقبل الله اعمالكم. اليوم رح نحكي عن كيف منبلش نفطر صح، لانه في اشخاص بتعمل صدمه للمعده، ببلشوا دغري يلا مي مع لبن مع تمر مع شوربه مع، هل هيدا الشيء مزبوط؟ اكيد لا، لانه هيدا الشيء شو بيكون عم يعمل؟ عم ينسف كل الفوائد الصحيه اللي اخذناها خلال النهار. تنضلنا محافظين على الفائدة اللي أخذناها خلال النهار، إنه ريحنا هالمعدة، ركلجنا هالسكر، حرقنا هالدهون. لازم 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 ننتبه للإفطار. أنا بنصحكم أول شيء تبلشوا بكوب ماء دافئ، لأنه هيدي تعتبر مقدمة لطيفة على المعدة. ترجعوا تبلشوا بكوب من اللبن، حتى لو مش لبن خفيف الدسم. أنا ولا مرة وصفت إشياء دايت أو لبن خفيف الدسم، تاخدوا اللبن العادي كشراب أو كلبن عادي سميك، مع حبتين إلى 3 حبات من التمر أو ما يعادلها من مشمش مجفف أو غيرها من الفاكهة المجففة. نرجع منبلش بكوب الشوربة. هلأ هون يفضل أن يكون في فاصل زمني بين هيدي المقدمات الغذائية وبين صحن الفتوش والوجبة الرئيسية. يمكن نقوم نصلي، نقرأ دعاء، نقرأ قرآن، بنكون نحن كمان ريحنا شوي المعدة وهيئناها للوجبة الرئيسية. يفضل أنه نبلش بصحن الفتوش، لأنه أصلاً المعدة بتكون زمت خلال النهار، وبالتالي نحن عم نكون عم نبلش نعبي المساحة الأولى من الأكل العالي بالفيتامينات، العالي بالمعادن، قليل السعرات الحرارية. يعني هذه طريقة ذكية تنبلش افطارنا. نرجع نروح للطبق الرئيسي اللي حيكون اكيد عالي الدهون، في بقلبه نشويات، فبيبقى بكون بعد له مساحه قليله. واصلا هيدا الطبق مش هو اللي احنا بناخذ منه الكميه العاليه من الفيتامينات، اخذناها نحن من الشوربه، من التمر، اخذناها من الفتوش، وساعتها المساحه القليله بتبقى للطبق الرئيسي اللي حيكون عالي السعرات الحراريه وقليل الفائده، مع التركيز انه نبلش كمان بالدجاج او البروتين او اللحوم قبل النشويات. هيدي نصائح بشكل عام تكون لطيفين على معدتنا، تما نعمل صدمة للمعدة من بعد ما نكون مريحينها كل النهار. بتمنى من كل قلبي ان نكون عم تستفيدوا. ان شاء الله فيديو جاي رح احكي كيف نحن بنقدر نستغل شهر رمضان المبارك لننزل من اوزاننا. تقبل الله اعمالكم، ما تنسوني من دعائكم. الى اللقاء.